بدأ في مركز الأطراف الصناعية والتأهيل الطبيعي بتعز إنتاج أول طرف صناعي حديث ذاتي الحركة وبالتقنية الحديثة، وهو أول طرف يتم تصنيعه من إجمالي 17 طرفا حديث ذاتي الحركة وصلت من ألمانيا وتكفل بها فاعل خير. مركز الأطراف في تعز يعود الأمل إلى العديد ممن فقدوا أقدامهم بصناعة أطراف حديثة تحمل مواصفات ذاتية الحركة وسهلة الاستخدام، والتي ستعود الأمل بالسير مجددا لمن فقدوا أحد أطرافهم. خلال هذه الفترة الأصل أنه بعد الحرب أو نتيجة الحرب الموجودة حاليا، الأصل أنه يكون هناك تدخل جاد من الدولة ممثلة في وزارة الصحة، لأنه خلفت الحرب الكثير من الإعاقات، يعني في مجالات متعددة وأهمها اللي هو مجال البتر. طبعا المعاقين هذول بحاجة إلى أطراف صناعية، بحاجة إلى أجهزة تعويضية حديثة. إذا كان المركز لا يوجد لديه ميزانية من الدولة، فكيف يعني يجب أن يقوم بإيش بهذه المهام؟ طبعا الأطراف الحديثة الذي يصل من فاعل خير بحدود 17 طرف ذاتية الحركة، يعني أطراف حديثة تكنولوجيا، منها مستفيد من 17 شخص، ل17 مبتور فوق الركبة تحت الركبة، منها من هذه الأطراف الصناعية الذي فوق الركبة يعني ذاتية الحركة. نحن لدينا البنية الأساسية للمركز، سواء بالأجهزة والمعدات اللازمة لصناعة الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية، أو تأهيل أيضا إيش المعاقين الذين لديهم إعاقات نتيجة الحرب. الكادر أيضا اللي يقوم بهذا العمل كادر متخصص، سواء في مجال الأطراف الصناعية أو في مجال التأهيل. يعني الكادر اللي عاد من الهند، طبعا هذا الفضل يعود للصليب الأحمر نؤهلهم، هذول قادرين يعملوا أطراف صناعية من يعني من المواد الحديثة. نجح مركز الأطراف بصناعة العديد من الأطراف الحديثة، ويعد الأول من نوعه منذ إعادة افتتاح المركز، حيث أن هذه الأطراف تحمل أحد أحدث التقنيات الحديثة والتي ستسهل الحركة للمصاب، وتحمل شكلا يتقبله فاقدي أطرافهم. دخلت مبادرة تقريبا اشترت بحدود 17 طرف صناعي بما يجاوز 33 مليون ريال، ومن مادة حديثة اللي هي مادة الريزن، وكان في تخوف انه الكادر مش قادر يعملها، لكن اثبت الكادر الموجود انهم قادرين على عمل هذه الاطراف. وبالتالي لو هناك مبادرات اخرى او وزارة الصحة تبدأ بالتعامل بشكل جاد واعطاء ميزانية حقيقية للمركز لشراء هذه الاطراف الصناعية، فالكادر جاهز انه يقوم فيها. طبعا المشكلة الاساسية للمركز هي لا توجد جهة رسمية تتبنى هذا المركز بالإمكانيات المطلوبة. خلال إن شاء الله الحين الآن قد إحنا الآن بصدد عباقب معنا بحدود كنه 4 أو 5 طرف الآن نخلص نعمل لهم مادة الريزن هذه، وعلى طول شو نبدأ بالتمارين اليوم هذه إن شاء الله بعد الظهر، إن شاء الله 2 مرضى شو نبدأ بالتمارين حقهم، واحد بيلاترال بالجهتين واحد جهة واحدة. رغم قلة الإمكانيات والمعاناة التي يعيشها المركز، إلا أن الكادر المتواجد يمتلك خبرات أمكنته من تصنيع أطراف تحمل مواصفات عالمية بدعم من أحد فاعلي الخير. فإن وجد من يهتم بالمركز، سيتمكن المركز من إعادة الأمل إلى جميع من فقدوا أطرافهم.